13 حزيران عنده طابع خاص في موضوع رئاسة الجمهورية. يسوى واحد يضل يذكر ليش صارت مجزرة إهدن سنة 78، خاصة بهالأيام بالذات يلي الظروف اللي عم نمر فيها بتشبه كتير الظروف يلي مرقت سنة 78. وكانوا كل الأقطاب المسيحيين داخل هذه الجبهة، وكان في شعار كمان هلا جلنا عم نسمع فيه: توحيد البندقية المسيحية، أمن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار، لبنانكم ولبناننا. بوقتها في ناس اعتبروا خارج عن القرار المسيحي، مثل ما هلا عم بيعتبرونا خارجين عن القرار المسيحي، وكانت النتيجة مجزرة إهدن. نحن بنقول لهم هلا ما بقى فيهم يعملوا 13 حزيران، لأنه ب 13 حزيران اجوا بالليالي وكانت العالم نايمة، هالمرة نحن واعيين مش نايمين.